اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. رفضت الولايات المتحده الامريكيه تخصيص اي تعزيزات عسكريه اضافيه الى تونس في هذه الظرفيه التي تشهد نوعا من ما سمي بالتدخل الايطالي في الشان الداخلي. واعتمد البعض ايضا تصريح الرئيس الجزائري في ايطاليا حول الشان التونسي كجزء من نفس التدخل، لكن هذا الوضع تجوز بعد لقاء كل من وزيري الخارجية الجزائري والتونسي الذي تأكد معه أن الجزائر ستبقى سندا لتونس. لكن الأمر بالنسبة للجيش التونسي فقد أعلن تحذيرا مباشرا لرفع ما سمي بجاهزياته، ولا ندرك لماذا تحديدا فعل هذه الجاهزية وما مداها، خصوصا وأن أمر البحرية معلوم لأننا أمام فينيكس 2022، أمام هذه المناورات التي يشارك فيها الجزائريون أيضا. الجزائريون جزء لا يتجزأ من هذه المناورات، وبالتالي فإن هذه المناورات ليست موجهة ضد الجزائر لأنها مشاركة فيها. إذن فينيكس إكسبرس 2022 أو فينيكس إكسبرس 2022 ليست ضد الجزائر، ولذلك فلا داعي لرفع منسوب التوتر الآن. إذا قرار البنتاغون بعدم توجيه مثل هذا التوتر الجديد حول أمر الديمقراطية، هذا أمر أكده سوليفان من جهة في مكالمة 60 دقيقة مع قيس سعيد، وأوضح فيه خارطة الطريق واعتبر أن العودة إلى الديمقراطية، ونفس الإشارة قال بها الرئيس الجزائري إلى جانبه الرئيس الإيطالي، وتوحيد الاستراتيجيتين في هذا الاتجاه. معنى ذلك أن الجزائر في هذه الظرفية على وجه التحديد هي مع المنظور الأمريكي نحو تونس ببساطة، لأن العودة إلى الديمقراطية أساسي، والمقصود منه بالنسبة على الأقل للجزائر لا يتجاوز صناديق الاقتراع. ففور أي انتخابات يقودها قيس سعيد وأيضا من اللجنة التي يختارها اللجنة الانتخابية، فإن مثل هذه المعايير العالية لا يمكن اليوم تأكيدها، لكن مع ذلك فإن أي شرعية انتخابية ستقبل بها الجزائر. على كل، الأمر يتعلق الآن برفض أمريكي لسبب رئيس، لأن الفكرة الإيطالية حول العودة أو عودة الديمقراطية إلى تونس، والتي شاطرها الرئيس الجزائري في لحظة حاسمة، كان واضحا للغاية أن الأمر يتعلق بتعزيز المنظور الأمريكي حول الانتخابات في تونس، وهذا ما أكدنا عليه في وقت سابق، أيضا الانتخابات في ليبيا، وأيضا المسار الديمقراطي والعودة إليه في مالي. فبالنسبة للجزائر لديها هذا التصور قبل قضية ذكر تونس. لقد ذكر أساسا بلينكن العودة بالديمقراطية أو العودة إلى الديمقراطية في كل من مالي وليبيا وتونس، وأشار إليها بشكل مباشر بعد زيارته للجزائر، لكن لا أحد انتبه إلى مثل هذه الوضعية، ونحن أشرنا إليها في حينه وأكدنا على أن المسار العام هو مسار استراتيجي لا يمكن أن تدعم الانتخابات والاستشارة الشعبية في ليبيا، وأيضا العودة إلى المسار الديمقراطي في مالي دونا عن المسار الانتخابي والعودة إلى أي برلمان، العودة إلى التجربة البرلمانية أو على الأقل إلى برلمان منتخب في تونس. لهذا فبالنسبة للسياق فهو سياق عادي، لكن التطورات التي حدثت بعد التصريح بين الجزائر وإيطاليا خلق إشكالا لدى التوانسة، وهو ما جعل وزير الخارجية رمضان العمامرة يوضح هذا الأمر بشكل مباشر لنظيره التونسي. وندرك أن وزير الخارجية الحالي لتونس هو أقوى رجل في طاقم قيس سعيد إلى حدود هذه اللحظة. على أي، نتحدث عن رغبة أكيدة في الوصول إلى تفاهمات،
إلى تفاهمات يريد منها الأمريكي أن يضغط على قيس سعيد انطلاقا من الجزائر أيضا وإيطاليا وفي كل يعني كل الجوار التونسي، بالإضافة إلى الجيش الضاغط القوي لرفض الأحادية التي يعمل عليها الآن الرئيس ورفض الاستفراد. وكل هذا أوضحناه في وقت سابق لأن الجيش أصبح له الآن وعبر المستشار للأمن القومي والمستشار العسكري للرئيس القائد السبسي. لذلك فالوضوح الذي تم به إرسال الرسالة يطابق الجيش التونسي في هذه المرحلة على وجه التحديد، والكل يدرك أن هذه التصريحات أتت وفينيكس وهذه التمرينات قائمة وبمشاركة الجزائر وعلى أراضي تونسية. معنى ذلك أن الرسالة رسالة للجيش التونسي وللرئيس الجزائري ولإيطاليا، معنى ذلك المزيد من الضغط المدعوم أمريكيا. لكن هذا والتفسير الذي أعطاه مباشرة الإماراتي، وانطلقت الرحلة الإماراتية FSQ 4921 4921 لدعم الرئيس قيس سعيد. وهذا يعني أن الخطوة الأساسية في نظر الإمارات استدعاء القضاء لرئيس حركة النهضة. عندما استدعي الغنوشي أصبح مباشرة التمويل الإماراتي فورا، لأن المهم هو الوصول إلى الغنوشي. أي مسار قانوني، أي دعوة قضائية، المهم أن المسار القضائي الذي انتهجه المصريون ينتقل مباشرة إلى راشد الغنوشي في تونس. ومعلوم أن استدعاء على الأقل باسم ما سمي في عند قاضي التحقيق بالجهاز السري لحركة النهضة، فالكل ذهب والرئيس قيس سعيد إلى ما سمي بالخروقات المالية في الانتخابات، فما كان إلا أن تجوز هذا الملف، وأصلا لا وجود له، لا دلائل ملموسة على فساد انتخابي لحركة النهضة. فانتقل الوضع مباشرة إلى قضية بلعيد، وهنا يحضر مباشرة ما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة. وهذا الجهاز مرفوض وقابله أساسا أبناء حركة النهضة انطلاقا من وزارة الداخلية لرفض أي تمثل لمثل هذا الجهاز أو أي وجود له. وبالتالي فإن علي العريض ومنذ قيادته لمؤسسة هامة وحساسة كان واضحا أن حركة النهضة أنهت الجهاز السري إن وجد، وفي حال عدم وجوده كما يقول راشد الغنوشي فالأمر ليس إلا تلفيقا. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة والأكثر أهمية أن الإمارات التي تريد اليوم الدعم لا يريد التونسيون خسارة الجزائر، ولذلك فإن الدعم الجزائري هو الدعم الذي يعيد على الأقل التوازن والشرعية الانتخابية إلى ما كانت عليه على الأقل، دون تجاوز لمسألة استقلالية السلطة الانتخابية والتي تراجعت فيها تونس إلى ما قبل حراك الجزائر. في الجزائر وأمام القائد صالح اختار أن تتحول هذه اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى سلطة مستقلة. اليوم الرئيس قيس سعيد يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل الحراك في الجزائر، يعني من خارج الربيع العربي وما قبل الحراك الجزائري، يعني أن الأمور كلها تجاوزتها الانتكاسة في تونس. الانتكاسة في تونس وصلت إلى الحضيض، لم يعد هناك مجال كما تقول الصحافة الفرنسية، لا مجال لأي قرار ديكتاتوري لم يمارسه قيس سعيد. فلا قرار مس القضاء، مس مجلسه، مس أي هيكلية منتخبة كلها، أيضا بالنسبة لمكافحة الفساد كل
المؤسسات كلها فككت عن آخرها. معنى ذلك أن الوصول إلى السلطة الانتخابية، أي هذه اللجنة التي لديها هذا الثقل بأنها سلطة مستقلة، اليوم تونس ترجع إلى ما قبل، إلى ما قبل الجمهورية الأولى العربية. لأن في الجمهوريات العربية عموما هناك الجمهوريات المنتكسة، وهناك الجمهوريات الثانية التي بدأت على الأقل مع حسن مبارك ومحاولة توسيع المشاركة. أيضا في بعض الأحيان نجدها مع جمهوريات أخرى. على العموم، وأهم عنوان للتحول السلطة المستقلة الممارسة للانتخابات، يعني المراقبة للانتخابات والتي تجري الانتخابات، يجب أن تكون السلطة المستقلة. على كل، فاليوم تتراجع الجمهورية مع قيس سعيد إلى ما قبل الجمهورية الأولى، وهذا الرهان يهدد أي جمهورية كانت، يعني حتى الجمهوريات المسمات ديكتاتورية، أو أن هناك حراكا لمزيد من تعزيز هذه الديمقراطية. فإن اليوم هناك تراجع تونسي إلى ما قبل الجمهورية الأولى. على أي، فبالنسبة للإمارات العربية المتحدة أطلقت الإليوشن 76 مباشرة فور استدعاء راشد الغنوشي، وهذا إجراء أول. الإجراء الثاني أن الأمريكيين من جهة فتبون يربح لسبب واحد، لأن الأمريكيين لا يعززون أي استراتيجية انطلاقا من تونس ضد الجزائر، ما دامت الجزائر تريد أن تحافظ على المسار الديمقراطي في مالي، وأيضا تدعو إلى العودة إلى الديمقراطية في تونس. وكل هذا يعني أن الانتخابات في ليبيا والانتخابات في تونس وفي مالي خيار استراتيجي بالنسبة لتبون وطاقمه. وهكذا فإن هناك مطابقة لرؤية تبون مع بلينكن، ولذلك فقد أخذ ما صرح به تبون بالكامل بالحرف ونقلته وزارة الخارجية وعلى موقع بلينكن لسبب واحد بسيط، لأن حالة المطابقة حول الانتخابات وحول الاستشارة الشعبية لحل إشكالات كل من تونس ليبيا ومالي أصبحت موحدة، وهذا ما ذكرناه من أول لحظة. لذلك فلا أزمة متوقعة، والأمريكيون رفضوا أي دعم موجه ضد الجزائر على جميع المسارات، ليس فقط تونس، وإنما أوقف تحت الرقم 59-1 على بي، أوقف الأمريكيون أي إجراء يضاد السلطة المنتخبة، ولأول مرة تسمى هكذا السلطة المنتخبة في الجزائر. إذا الأمريكي يأخذ المسافة عن الحراك من جهة، ويدعو إلى تعزيز الديمقراطيات في كل المنطقة أمام حالة الانتكاسة، ويعتقد أن الجزائر تقدمت خطوة عن الباقي بما فيه التوانسة ومهدي الربيع العربي وثورة الياسمين وغيرها. إذن هذه هي الإشارة الأساسية ما بين الجيش الأمريكي نحو الجزائر. لهذا فالرسالة مطمئنة بأن أي إجراء لن يكون ضد الجزائر، لأن الجزائر جزء لا يتجزأ من دعم المسارات الانتخابية والديمقراطية والوصول إلى برلمانات نزيهة في كل من تونس وليبيا وأيضا في مالي. ومجرد إنتاج هذه البرلمانات عن طريق صناديق الاقتراع سيعتبر أكبر فوز، ويعتقد بأن الجزائر إن حصلت على مثل هذه النتيجة ستحسب لها على أساس أنها دولة تشجع الديمقراطية. وهكذا فإن الإمارات تعاكس التيار من جهة، وتعطي المساعدات التي رغب فيها الجيش التونسي جزء منه في واقع الأمر، أي القريبين من قيس سعيد عموما هم الذين طلبوا من الإمارات وعبر قيس سعيد، وقبلت الإمارات لسبب واحد، لأن التخوف الإماراتي واضح من جعل قيس سعيد وبعد استدعاء راشد الغنوشي أن يكون ضعيفا في هذه المرحلة، وهذا لا تريده بأي حال الإمارات. إذن الإمارات تعاكس الجزائر
في تونس والجزائر تطابق كلا من إيطاليا والاستراتيجية الأمريكية عموما بخصوص تقرير المصير، وهذا تقرير المصير للشعوب عن طريق صناديق الاقتراع. هذا يطابق تماما ما يريده بوتين في تصوره للشعوب في المنطقة التي يريد اليوم تحريرها من ديكتاتورية النازية، ويريد أن يسلم الاستفتاءات والانتخابات ما يشاء الشعب من أجل تحريره. وأيضا هذا تقرير مصير عبر صناديق الاقتراع في كل من تونس وأيضا في ليبيا وفي مالي وفي كل الجوار، الوصول إلى انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، وهذا أقل الحلول كما يراها الجزائري. إذا الإمارات تعاكس بشكل كامل الجزائر، أما السعودية فهي تدعم بشكل أقوى الجزائر على صعيد القمة وقمة العربية وأيضا المبادرة العربية والدفاع عنها والمنظور العام حول الصراع مع إسرائيل. ومن الاتجاه الآخر نجد أن الأمريكيين يدعمون خيار الاستقرار في الجزائر الآن أمام دعوة مباشرة لتعزيزات إضافية، على الأقل هذا ما نقل إلى البنتاغون من طرف المسؤولين التوانسة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.